السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم في مادة العلوم سيكون في الوحدة السادسة في الفصل 11، هو تاريخ الأرض. كيف يمكن تحديد تاريخ الأرض؟ مثلما قسم عمر الإنسان إلى مراحل عدة حسب الأحداث المهمة التي مرت به، مثل مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة، باستعمال الوحدات الزمنية هي يوم، شهر، سنة. بالطريقة نفسها تمكن العلماء الجيولوجيين من تقسيم عمر الأرض إلى مراحل زمنية تتناسب مع الأحداث المهمة التي مرت بها الأرض، باستعمال وحدات تقدر بملايين السنين وبلايينها. حيث يمثل الزمن الجيولوجي تاريخ الأرض، وهو التغيرات والأحداث التي طرأت على الأرض منذ نشأتها وحتى الآن، أي حتى وقتنا الحاضر. ومثلما تحدثنا أن الزمن الجيولوجي يمثل تاريخ الأرض، وأيضاً عمل العلماء الجيولوجيين على تنظيم سلم الزمن الجيولوجي، وهو ترتيب الأحداث التي مرت بها الأرض وما عليها من كائنات حية ترتيباً زمنياً منذ تكوين الأرض وحتى عصرنا الحاضر. قسم العلماء تاريخ الأرض إلى وحدات زمنية كبيرة سميت دهراً، ووحدات زمنية صغيرة سميت حقبة. فالدهر هو مدى الحياة الممتدة إلى ملايين من السنين، وقسم كل دهر أي الوحدات الزمنية الكبيرة إلى أجزاء سمي الواحد منها حقبة. فالحقبة وهي الوحدات الزمنية الصغيرة هي المدة الزمنية المحصورة بين ظهور بعض الكائنات الحية وانقراض بعضها الآخر. يستخدم العلماء الجيولوجيين الأدلة، إذ أمكن بواسطة هذه الأدلة الاستدلال على تطور الحياة على سطح الأرض منذ أقدم الأزمنة وحتى وقتنا الحالي، وتوقع المناخ السائد في تلك الأزمان. فلكل نوع من الكائنات الحية، حيوانات أم نباتات، بيئة مناخية خاصة لا يستطيع أن يعيش إلا فيها. فعند وجود هذه الكائنات في صخور ترجع إلى زمن خاص، دليل على أن الأحوال المناخية في تلك الفترة كانت تلائم حياة هذه الكائنات. فأحافير أشجار النخيل مثلاً تدل على شيوع مناخ حار. إذن فالأحافير هي بصمات أو بقايا كائنات حية، نباتات أو حيوانات، عاشت على الأرض منذ ملايين السنين، وقد اعتبرت الأحافير إحدى الأسس التي يعتمد عليها في معرفة الحياة الماضية على سطح الأرض من خلال تقدير عمر طبقات الأرض ومعرفة تاريخها. نلاحظ هنا في هاتين الصورتين أحافير وجدت، أحدهما لمجموعة من الأسماك والثانية تمثل ورقة من أشجار النخيل. وأيضاً وجدت بعض الأحافير التي تمثل أصداف أو هياكل حيوانات كانت قد حفظت بعد موت الكائن الحي، وبعضها الآخر آثار ومسارات أقدام نتجت عن الحيوانات المتنقلة بسبب الطمر السريع الناتج عن الرسوبيات من الرمل والطين. إذن هاتين الصورتين تمثل أحافير وجدت، أحدهما صورة تمثل مجموعة من الأسماك والثانية تمثل ورقة من أشجار النخيل. نتعرف على التطورات الرئيسية لكل دهر. قسم تاريخ الأرض الطويل حسب التطورات الرئيسية التي حدثت في كل قسم منه إلى دهرين، أولاً دهر الحياة المستترة، وثانياً دهر الحياة الظاهرة. يمثل دهر الحياة المستترة الذي بدأ من نشأة الأرض إلى بداية ظهور الحياة عليها، ويشكل 80% من عمر الأرض، ويتميز بوجود كائنات بدائية النواة تمثلها البكتيريا الخضراء المزرقة ذاتية التغذية. أما دهر الحياة الظاهرة، بدأ هذا الدهر
من بداية ظهور الكائنات الحية حتى الآن، وشاع فيها ظهور الأحافير دلالة على وجود الحياة، وقسم دهر الحياة الظاهرة إلى 3 حقب. أولاً، حقبة الحياة القديمة. بدأت بظهور الكائنات الحية اللافقرية التي لا يوجد فيها العمود الفقري، وظهرت النباتات اللازهرية التي لا تتكاثر بالأزهار، أي لا تحتوي على أزهار، ونشطت البراكين خصوصاً في أواسطه وأواخره. أما ثانياً، حقبة الحياة المتوسطة. بدأت بظهور أنواع مختلفة من الكائنات الحية، وشاعت فيها الزواحف والتماسيح والديناصورات التي ظهرت وانقرضت في الحقبة نفسها، واختفت الأشجار الضخمة وظهرت محلها أشجار الصنوبريات، وكان هذا الزمن زمن هدوء وسكون، فلم تتعرض فيه قشرة الأرض لتأثير اضطرابات أو حركات أرضية. ثالثاً، حقبة الحياة الحديثة، حيث ازدهرت في هذه الحقبة الأسماك الفقرية والرخويات، وظهر الكثير من فصائل الحيوانات الثديية والطيور بأنواعها، وظهرت أيضاً النباتات الزهرية، أي التي تتكاثر بالأزهار والحاوية على أزهار، وانتشرت انتشاراً كبيراً مثل النخيل وأشجار الصنوبر والتين وغيرها من الأشجار. وامتازت هذه الحقبة بنشاط بركاني عظيم، وكان لها أكبر الآثار في تشكيل سطح الأرض، فارتفعت سلاسل الجبال الضخمة التي تمتد امتداداً عظيماً بعلو شاهق في معظم القارات الحالية.